أداة تمويلية مصنفة شبه آمنة AAA المسرد رقم 3 في علم التمويل Finance والنقود والبنوك Money and Banking وأسعار الفائدة والعائد على الاستثمار Return on Investment هي ورقة مالية كالسند Bond تصدرها شركة كبرى ذات سمعة ائتمانية عالية وتكون الورقة التمويلية مصنفة ريتد من إحدى شركات التصنيف العالمية مثل ستاندرد وبور ستاندرد أند بور وتؤكد الشركة المصنفة من خلال تصنيفها أن الورقة التمويلية تحمل مخاطر منخفضة جدا لعدم الوفاء بدفع قيمتها والفوائد المستحقة عليها عند تاريخ الاستحقاق. هناك أدوات تمويلية مصنفة أخرى ومنها أداة تمويلية مصنفة ذات مخاطر متوسطة BBB أداة تمويلية مصنفة ذات مخاطر عالية CCC أداة تمويلية مصنفة ذات مخاطر محققة D